طبعا عملية النقل هي راح تتم عن طريق المفوضية، تنسيق مع العوائل، نحمل العفش بقطرات مقطورة والأهالي نحطهم ببولمانات نوصلهم إلى مخيم المحمودلي. بلغ العدد من 24/6 الـ 4/7 666 عائلة. طبعا مخيم المحمودلي هو مخدم من مرافق صحية، صرف صحي، صرف مطري، عيادات طبية، عيادة متنقلة، تعليم. أحسن من مخيم أحسن.